حسب المدارس. يعني هي المدرسة إذا بيضغطوا على الولد بيكون عنده صعوبة بالتفكير بالاستوعاب الدرس بالقرطاسية، بالمدارس مش مهيئة مظبوط بال يعني. في مؤسسات خاصة للأطفال بتبقى؟ لا، بيكونوا بمدرسة عادية بس بيكون عندهم برنامج خاص. الصعوبات التعلمية هي صعوبة ما بتكون ناتجة عن إرادة الولد أنه هو ما يدرس، ممكن تنتج عن تأخر فكري، ممكن تنتج عن مشكلة نفسية صارت بقلب العائلة، وأكيد كل هيدي العمليات بتأثر على اكتساب الولد بقلب الصف. صار في تحضير بشكل أنه يراعي كافة الحاجات، يعني فينا نقول إعداد بطاقات تعليمية بتناسب حاجات الطلبة، في يعني استعداد أكثر عند المعلمين أنه يتعاملوا مع كافة المستويات الطلبة مش مع فئة معينة وإهمال الباقي. الدمج هو مشروع ليغير البيئة الصفية ليخليها أكثر فعالة، إنه إذا بدك تشتغل معهم لحالهم ممكن تلاقيهم ما عندهم استعداد، ما عندهم، بس مع رفقاتهم بخلي فيه استعداد أكثر وبصير يحبوا أكثر. فلما نحن نصير عم نطبق تعليم جامع هيدا معناته أنه نحن عم نتيح فرصة لكل أولاد أنه هني يتعلموا، مش بس يكونوا موجودين بالمدرسة ما يصيروا بعدين بالشارع. عندي آمنة لأ، تحسنت أنه كتير في فرق وجمعت علامات منيحة، يعني بالنسبة لأنه أنه كتير منيحة لأنه ما كنا متوقعين هالشي. فادي كان كتير يضرب الأولاد بالروضة وكتير يحكي أنه هيك، لا الحمد لله أنه نحن على العلاج اللي عالجناه إياه أنه مشي حاله. منفضل نشتغل مع الولد قبل ما ياخد عادة، أصبت تبلش أنت وصغير تعلمه، مش هو عمره 7-8 سنين لما خلص العادة ثبتت عنده، بس بدك تجي تكسر له هالعادة بده ياخد وقت كتير أطول. بفترة كتير سريعة كانت الأم قادرة تعمل تعديل بالبيت وكانت جاهزة لأنه تاخد كل تمرين بنعمله نحنا تعمل مقابله مثله بالبيت. عند آمنة كانت عندها مشكلة ما تقبل تقعد لتسمع، أو كان عندها الانتباه، مهارة الانتباه والتركيز كانوا مفقودين عندها لهيدي الطفلة. صرنا نبرز عندها نقاط القوة، دايما كان في تشجيع من قبلي أنا وأخليها هي اللي دايما تحكي لحتى تحس حالها أنه هي عم تعرف وقادرة. لازم الأستاذ يقدر يفوت على الصف من خلال تحضيره للدرس، من خلال طريقة تعاطيه مع التلاميذ، من خلال صوته، من خلال تحفيزه للجميع بقلب الصف يقدر يوصل لأكبر عدد ممكن من التلاميذ. ضروري كتير نفكر أنه الاختلاف هو القاعدة مش الاستثناء.